ضلع مهم جدا من أضلاع كرة القدم المصرية، ضلع لازم نهتم بيه ولازم نشتغل عليه ولازم نسنده ولازم ندعمه، بس في الأول وفي الآخر لازم الحكام نفسهم هم يساعدوا بعض، يساعدوا نفسهم، لأن الموسم اللي جاي موسم صعب جدا. الموسم اللي فات بمشاكله وأخطائه يعني بينذر إن احنا لازم نفوق، ولا يا كابتن إبراهيم؟ طبعا لازم نفوق بدري. متفق معاك، وده بنشتغل عليه. طيب انت بتشتغل عليه، وانت اكتر الداعمين كنت لاستمرار بيريرا، نفسي افهم ليه 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 ليه، يعني ايه وجهة نظرك؟ الاصول بتقول ان انت لما تكون بتنتمي المنظومة ايا كان رئيسها، فدعم رئيس المنظومة من دعم منظومة التحكيم. جميع عناصر المنظومة، الاساتذة السابقين وبعض الحكام الحاليين، كانوا بيهاجموا رئيس اللجنة ايا كان، مستر بريرا غير مستر بريرا. على فكرة انا ما تميزتش خالص في خلال رئاسته للجنة. انا كنت بلعب بال 18 و20 مباراة كل موسم. انا الموسم دوت لعبت 6 مباريات، ما بينهم مباراة الاهلي والزمالك اللي هي تعتبر. طب ما دي كفاية، ده اداك التورتاية، واخد بالك؟ طب اداك التورتاية ما عادي، ما قبلها كان في كاس السوبر راح 4 وانا رقم 1 في مصر وما روحتش، فهل حسبته؟ لا، دي اختيارات. ممكن تكون انت مش عايز. انا مش عايز يعني، ما لا ليه، هو كان في اختيارات، وهو شايف ان الفترة دي الزمالك كانوا موفقين، او انا كنت لعبت يعني هو كان مباراة نهائي الرابطة، هو كان عنده عدالة يعني بالنسبة له، شايف ان الحكام كلهم مستوياتهم متقاربة، فاللي بيلعب مباراة نهائية بيسيب فرصة لزميله عشان يلعب مباراة نهائية اخرى، وانا كنت لعبت نهائي كاس الرابطة او مش فاكر بعدها كان في، المهم ان كان في كاس الرابطة انا كان كنت متواجد فيه، فمفيش بيني وما بينه اللي خلينا ندعمه. في الاول وفي الاخر انا بحترمه جدا لان هو رجل عادل، وانا تابعت شغله، ما عندوش اهواء،